الكلام ده ما ياكلش معايا، انا مش مخرج صغير، مش مخرج صغير، مش انا استنى ست عالم ست ساعات عشان تعمل مكياج، فاكره نفسها ايه؟ نجمه ماشي، نجمه على روحها، لكن مش عليا انا، وكل واحد يعرف حجمه في اللوكيشن. اجري بسرعه يا ابني، استعجلها من اوضه المكياج، والا ورحمه ابوك، لا المره دي بقى ورحمه امي، هعمل فركش واغيرها دلوقتي حالا، يلا. حاضر يا استاذ. هلو هلو يا هاني، متفضلي احنا جاهزين. مساء الجمال، ايه الحلاوه دي يا برنسيست الفن، يا مظبطه الشعب العربي كله قدام السينما المصريه، ايه الجمال ده، ايه الحلاوه دي. مرسي مرسي يا فتوح. احنا ما اشتغلناش مع بعض بقالنا كتير ليه يا قمر؟ هناخد شوط صغير كده بنكله ونطير على طول. تعالي يا فوزيه، تعالي تعالي، روحي تعالي بسرعه. حضرتك دي فوزيه صلاح اللي هتعمل دور الصحفيه وهتعمل معاك الريبورتاج. ده ايه الاسم العاطفي ده؟ يا باشا يا باشا، يلا يا جماعه يلا هنصور كلاكيت. اتفضلوا. فيلم بوسني في مارينا، مشهد 15، اول مره، فيلم ناجح ان شاء الله. اكشن اكشن. ايه ستوب، استنى، انا مش قلت ان المشهد ده عاوز يتعدل؟ في ايه يا فتوح، انت عايز تقلبه خلاص؟ مبروككم. احنا اسفين يا ست الكل، ما حدش بلغني باللي حصل، والله انا اسف جدا. يا جماعه شوف مشهد غيره ورايح الفل. خلاص خلاص، ولا مشهد تاني ولا بتاع، انا هعدله بنفسي. قولي كده معايا الحوار. يسعد مجله الفنون جنون ان تلتقي مع النجمه المتالقه سونيا سليم، واسال حضرتك متى كانت بدايتك الفنيه؟ ايه ده، معقوله؟ ده لونجير. ايه ده، لا 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 لا، انا هشرب السؤال ده خالص، وانا هبدا بالاجابه على طول. تاخدني في لقطه قريبه وانا بقول انا نشات وترعرعت في اسره كبيره محافظه لغايه اخر الجمله. هو ده الكلام، عشان نظبط النجمه يا جماعه ناخد امورس من قفا الاستاذه، زوم اف على النجمه، عقدت على طول على امريكان شوت يظبط الفيلم على طول. كملي يا فوزيه. كانت بدايتك الفنيه في فيلم قابلني في النادي وتحرش بيا في المعادي، لكنه لم يلقي اي نجاح، لماذا؟ لا 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 لا، بالذمه ده سؤال تجرؤ تساله صحفيه لنجمه؟ لا 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 لا، انا هلغي السؤال ده، وانا هكمل على طول واقول واعترف ان انا اول افلامي ما نجحتش، صح ولا لا يا فتوح؟ تمام يا ست الكل، هو ده الايقاع. كملي يا فوزيه. اكمل ايه حضرتك، يعني ما هو اصله خلاص ما فيش حاجه انا هقولها، يعني انا هستأذن حضرتك ان انا اقول جمله واحده بس، يعني مجله الفنون جنون سعيده جدا باللقاء مع الاستاذه. انت هتخرجي بره الكادر وانت ساكته خالص. هتعرفي تخرجي ولا هتعطلينا؟ يلا يا جماعه اتفضلوا هنصور كلاكيت. رايح فين يا ابا؟ رايح استاد. استاد استاد ازاي يعني؟ استاد الكوره، ملعب كوره. كوره؟ رايح تتفرج على الكوره؟ ما تسمعها في الراديو احسن. ليه ريش يا مدم خفيف، مش رايح اتفرج على الكوره، انا مكلف بعمل. عمل؟ عمل ايه ده؟ عمل اسود على دماغك يا شيخه، هقولك بعدين. لا تقول ولا تعيد، اللي جري واللي مشي ما طلعش بالدنيا بيشي. سبحان الله سبحان الله، يعني اقعد من الشغل تزعلي وتتضايقي، اروح اشتغل تندبي. حس حس يا اخويا، الشغل اللي مقطع بعضه، انكتر شغلك فرقه على الايام. بس بقى بس بقى يا وليه بقى، عيب عليكي بقى. الله، بدل ما تقعدي تتنوري عليا كده ادعي لي يا شيخ ربنا يكرمني. ما هو الدوعه ده زي الطوب، يا يسيب يا يخيب. لا وانت الساده، الدوعه ده زي الجواز، يا يخيب يا يخيب، هو المنتقم والجبار. شيخه انت رايح تشتغل ايه في الاستاد؟ حارس مرنة؟ هدي شويه يا شيخ مصباح، الماتش هيبدا. ايوه ماشي، احنا ناقص المنصوره صحيح. منصوره ايه يا شيخ مصباح؟ احنا هنقعد مع الجماهير العريضه، جماهير الدرجه الثالثه. نهارك ازرق في عز النقيحه دي. طيب قول لي، على ما افتكر ان الزمالك يعني كان بيلبس ابيض وخطين حمر، ولا بعد اللي حصل له خدوا الخطين وسابوه ابيض يا ورد؟ انت جاي تبكتنا ولا ايه يا شيخ مصباح؟ بيلبس ابيض بخطين حمر كتكميل يعني، خطين بيزنس. طب والاسماعيلي؟ اصفر. لا طب وانت مالك بالالوان يا شيخ مصباح؟ انت بس تركز في اللي هتقوله. هو ده الجديد يا عبيط؟ الجديد انا هقول على الوان. الوان؟ يا اخوانا زملكاويه اصحوا معايا شوية. أصل الألوان اللون الأبيض والأبيض.
ابيض اصله افراح الناس لو حتى المعزوب اصل الالوان اللون الابيض والابيض اصله زمركاوي افراح الناس لو حتى المعزوب ما تغير لبسك والكوكا وبيبسك وتجرب نفسك هتلاقي نفسك يعني المقصوره علمهم كوره علمهم كوره قول في المقصوره علمهم كوره والغلطه فوره ايه الغلطه فوره قول في المقصوره علمهم كوره قول في المقصوره علمهم كوره والغلطه فوره الغلطه فوره الغلطه فوره الغلطه فوره الغلطه فوره ماشي يا شيخ مصباح بس كمان ما تنساش المهاجمين ها اول ما اقول ثلاثه بس ثلاثه ايه بس يا جدع عيب عليك مش تهدي في المشيئه الله ان شاء الله ان شاء الله هنغلب وهنجيب ثلاثه طب نفترض ان الاسماعيلي وهو اللي جاب فر الله ولا فعلك يا شيخ مصباح انا اموت فيها يا اخي ما هو نفترض الله انا رايي بقى في الحاله دي ها نجيب حفيظه بين الشوطين اعوذ بالله يا شيخ مصباح والنبي اتغنى يا شيخ مصباح ماشي اصحوا معانا شويه اي زملكاوي يا واد حرفوا الكوره ما بين رجلين حاوي والكوره جوانا على راي لطيف ولطيف استاذ وزملكاوي اي زملكاوي يا واد حرفوا الكوره ما بين رجلين حاوي مدرسة الكورة علمهم كورة والغلطة فورة دي الغلطة فورة اي زملكاوي يا واد حرفوا الكورة ما بين رجلين حاوي والكورة جوانا على رأي لطيف ولطيف استاذ وزملكاوي ولطيف استاذ وزملكاوي مدرسة الكورة علمهم كورة يا زمالك مدرسة الكورة يا زمالك علمهم كورة